عندي القصيدة فيها أكثر، فيها أكثر من 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 تقريبا 10 أو 11 تجربة. ما شاء الله، ما شاء الله. إيه علمتني الحين. ما شاء الله. فأنا أقول التجارب علمتني مدرستها عن جداره. التجارب علمتني مدرستها عن جداره. علمتني كيف مضمون الحياة ومحتواها. يا سلام. وعلمتني بالطريق المنحني كيف اختصاره واختصر تميال كانت تنتظرني في إسراها. وعلمتني نسبة الربح الحقيقي والخسارة قد تكون أحيان فيها قصة النفس وهواها. وعلمتني سر صدقاني بعد طال انتظاره اهتكت ستر النوايا لين شفت اللي وراها. وعلمتني كل شيء يمر واجتاز اختباره انه يزيد الثقة في النفس ويجود عراها. وعلمتني كل شيء يمر واجتاز اختباره انه يزيد الثقة في النفس ويجود اعراها. وعلمتني كل طيب ينصدم رغم اختياره واعظم اسباب انصدامه قلت له قد هقاها. وعلمتني كم كسر ياتي من اسباب الجباره ما عرف الا مجرب يعرف البيره وغطاها. وعلمتني كل شيء ينويه كيف اخذ قراره. وعلمتني كيف نظره فكري ابعد مداها. وعلمتني من هو الصادق حكيم الاستشاره اللي يشواره تعز المستشير اللي بداها. وعلمتني ما انه مال الفزعه رجاله الصداره. وعلمتني فزعه ما شفت منها الا رداها. بعض خلق الله كلامه فعل ما بار ادخاره ساعة فيها يعقب من نطقها ما حماها. وبعض خلق الله كلامه مثل واجهة العمارة بس قلبه للأسف ما هو بيفرق عن قفاها. وسلامتكم. يا سلام. الحين وانت مع الشارع السلام كره شوف واجهة العمارة تلقاها من الرخاء ومن الزجاج ومن الشيء اللي يفتح النفس وتجي مرة تلقى شيء ما يعلم الله مليز بدون بويه صراحة تشبيه جميل.